سيدنا السلام عليكم. العرض اللي عندنا لكم اليوم من مدينة حد سوالم، واحد الموبل سكني بالكراج اير بليس 2، مساحة ديال 100 متر مربع، جوج الواجهات، جا في السونتر ديال مدينة حد سوالم. عندنا فيه كراج، جا في واحد الحي راقي في حد سوالم. هذا هو الكراج ديال هذا الموبل. هذا باب ديال الحديد، 4 متر ديال العلو اللي كاينه في الباب، والكراج فيه 4.5 متر. نسبة جناب ديال موبل الزليج، لا من الارضيه ولا من الجناب ان شاء الله. بالنسبه واجهه ديال الموبل اللي هي هذه الدخله ديال الموبل، هذا هو الباب ديال الدخله. شوفوا معايا الباب كان مزيان. عندنا درجة هنا في البداية، وعندنا ثلاثة درجات كاينين الدخلة ديال الموبل. دروج تبارك الله مريحين ومخدومين بشكل اللي هو رائع. نعاود نصور لكم الباب من الداخل، الباب اللي هو هذا. بالنسبة للسقف ديال الدروج، جا مخدوم بهذا الشكل هذا، اللهم بارك. عندنا لي سبوطونيو لافون. بالنسبة للصباغة تشاهدوا معايا، الصباغة مخدومة ما شاء الله. عندنا الباب ديال السفلي اللي هو هذا، اللهم بارك. عندنا الارضيه مخدومه تبارك الله ما شاء الله، بالزليج مخدوم بواحد الشكل اللي هو رائع، اللهم بارك. فاش كندخل السفليه كنلقاو واحد السيجور قدامنا بهذا الشكل التالي. هاد السفليه فيها جوج البيوت وصالون وحمام وكراج. عندنا في الجهه ديال اليمين عندنا الصالون، نحاول نسرع شويه لحقاش نصور لكم الموبل كامل ان شاء الله. انا دابا كنصور لكم السفليه. عندنا المطبخ، المطبخ اللي جا بالشكل التالي، راه يكون ان شاء الله ايكيبي، يكون عندنا فيه الفران والفورنو ولاهوت صافون بالشكل التالي. وعندنا هاد البيت هذا اللي جا شوكه، عندنا فيه جوج سراجم، جاب واحد المساحه تبارك الله كبيره. البيبان اللي عندنا هما كالتالي، عندنا البيت الثاني اللي جا على الشكل التالي ما شاء الله، واحد المساحة كبيرة تبارك الله ما شاء الرحمن. بلاصة الصراشي ديال التلفازة كاينة عندنا في البيوت كاملين. هاد السفلية مع فيها الكراج، عندنا فيها جوج البيوت وصالون وحمام، حمام كبير لحقاش جا عنده هاد ليسباس ديال البلاص ديال الدروج، خداها حتى هي استفدها، جات صراحة عطات واحد المساحة كبيرة ما شاء الله. تشاهدوا معايا مساحة كبيرة ما شاء الله. وعندنا الفاسك، وعندنا هاد المرآة ما شاء الله. بطبيعة الحال معكم أخوكم محمد المفتاح، مدينة حد سوالم. هادو هما الدروج اللي كيطلعو الموبل،
دابا غادي نصور لكم بروميير ايطاج لحقاش بروميير ايطاج والدوزيام ايطاج راهم في صاله وحده وفينيسيون وحده. الدخله ديال الشقه ديال بروميير ايطاج هي هذه، باب ديال العود نوع جيد، وعندنا السيجور، عندنا البلافون ديال السيجور اللي هو هذا. هذا الموبل متوفر، اللي بغى غير شقه مرحبا، اللي بغى الموبل كامل مرحبا. بروميير ايطاج كنلقاو على اليد اليمين عندنا حمام بواحد المساحه كبيره، اللهم بارك. عندنا المرآه وعندنا الفاسك سانيتير نوع جيد، بيبان ديال العود صراحه بيبان رائعين. الارضيه راه كيف ما كتشاهدوا مخدومه مزيان. عندنا الصالون ما شاء الله، الصالون جاب واحد المساحه كبيره ما شاء الله. عندنا المطبخ صراحة مطبخ رائع، اللهم بارك. نعاود نذكركم ان هذا الموبل سكني اير بليس دو، جوج ديال الواجهات، اللهم بارك. عندنا هنايا بالكون تبارك الله، جا واحد المساحة اللي كبيرة ما شاء الله، وراه مشمش تبارك الله. عندنا ثلاثة البيوت وصالون في البريميو دوزيام، وعندنا في السفلي جوج البيوت وصالون وكراج وحمام ومطبخ ما شاء الله. عندنا هذا البيت كبير اللهم بارك، شوف الشميشة فين داخلة. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على الشمس، المهم تبارك الله راه متشمش، اللهم بارك. وعندنا بيت نعاس اللي جا عندنا فيه بالكون، بسم الله الشمس كما كتشاهدوا معايا تبارك الله الشمسة كاينة. عندنا بلاكار وعندنا الدريسينغ في هذا بيت نعاس هذا، وعندنا الحمام. الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا على قبل هذا الموبل هذا مرحبا بهم، موبل كيتواجد مدينه حد سوالم السونتر ديال المدينه قريب لمدينه سيدي رحال بعشرة ديال الدقائق، لمدينه الدار البيضاء 25 دقيقه. على برشيد ب 40 دقيقه، وعلى جديده تقريبا ساعات المكانة. الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا الرقم ديالنا اللي هو 07 66 78 30 12. الناس اللي كيبغيو يشريو الديور كيبغيو غير يصيفوا صراحه وكيسدوهم كيجيو غير من العام العام، صراحه هذا الموبل راه يصلح لكم لحقاش جا قريب من مدينه سيدي رحال 10 دقائق هانت في البحر. واحد اللمحه خفيفة على الطبق الثاني اللي هو هذا، قلت لكم راه كيشبه للطبق الاول، دروني ما طلع جدو، راه نفس الفصالة نفس كل شيء بحال الطبق الاول. دابا غنصور لكم السطح، حيت السطح ضروري الانسان يشوف الخدمة ديالو كي دايره. لحقاش السطح هو اللي كي يكون سبب ديال ان الطبقه اللي كتكون لتحت كتكون مامنه اذا كان مخدوم بصراحه بشكل اللي رائع. هذا السطح هذا مخدوم بالزليج، مخدمه متقونه على حقها وطريحها وطريقها، بواحد المساحه ما شاء الله كبيره كما كتشاهدوا معايا. نجيكم من هذه الزاويه باش تشوفوا السطح كامل ان شاء الله.
صراحة هذا الحي راه سكني، بالنسبة للناس اللي بغاو يستغلوا الكراج ديروا فيه محل تبقالت او لا شي حاجه بحال هكا، راه تقدر تخدم ليهم مزيان لحقاش هو الحي سكني ما فيش يعني ماشي تجاري باش غيكونوا محلات تجاريه قرب منك، يعني يقدر بنادم يستغلوا بنادم اللي كيقلب على محل اللي يعاون به يخدم فيه شي حاجه، فصراحه يقدر يخدم. ايوا لا هنا اخواني ما عليا الا نقول لكم مرحبا بكم من اجل اقتناء هذا العرض هذا اللي كاين في السونتر ديال مدينه حد السوالم، جا في واحد الموقع تبارك الله قريب لجميع المرافق، حي سكني بالنسبه لكالم تبارك الله، اللهم بارك. الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا على قبل هذا العرض هذا نعطيكم الرقم ديالي اللي هو 07 66 78 30 12. نذكركم بالمساحة ديال الموبل، المساحة هي 100 متر مربع، جوج ديال الواجهات، سونتر ديال المدينة، عندنا الطابق الأول والطابق الثاني فيهم ثلاثة البيوت وصالون وجوج الحمامات ومطبخ، وعندنا السفلي فيه جوج البيوت وصالون وحمام ومطبخ وكراج. بالنسبة للثمن، الناس اللي كيسولوا على الثمن، فالثمن هو 184 مليون، وطبعا هذا الثمن قابل للتفاوض صراحة، ثمن يعني جد مناسب، ومع ذلك الناس اللي عجبهم هذا العرض بغاو يتفاوضوا معنا مرحبا بهم. الى هنا اخواني ما عليا نقول لكم الله يعاونكم، ونتمنى من الله نتلاقاكم في صحة جيدة، الى اللقاء.